نصب تاريخي يتوسط الجزائر العاصمة كان ولا زال يعد محجا للسياح جزائريين وأجانب، ولذلك تود السلطات العليا في البلاد أن يحظى بالمكانة الطبيعية والحقيقية كورقة رابحة في مجال الاقتصاد السياحي. مقام الشهيد أو رياض الفتح نصب تذكاري للثورة الجزائرية يطل على العاصمة الجزائري بعلو 92 متراً ليخلد المقاومة والكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. بني هذا الصرح التاريخي والثقافي سنة 1982 بمناسبة إحياء الذكرى العشرين لاستقلال الجزائر. هنا في رياض الفتح رائحة الأجداد، رائحة التاريخ، رائحة الماضي بالحاضر حين يتواصل الأجيال. رياض الفتح هو منظار سياحي يتوسط معلم اسمه مسجد الجزائر الأعظم، وكذلك حديقة الحامة الكبيرة، وكذلك من هناك أيضا عدة معالم للقصبة، وكذلك الجزائر الوسطى، ويتوسط كل هذا وذاك ميناء الجزائر. علاوة عن قيمته التاريخية، يعد رياض الفتح ومقام الشهيد مقصدا للسياح من داخل وخارج البلاد لما يتوفر عليه من ساحة شاسعة ومطاعم ومقاه ومحلات بخدمات متنوعة، فضلا عن قاعات سينما وفضاءات مخصصة للأطفال، إذ يعد مكانا مفضلا للراحة والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة. عجبني رياض الفتح بس كمكان هادئ وآمن، والدراري حيكونوا آلاس كيجوا لهنايا. عندي هذا يحب بزاف المجاهدين ويحب مقام الشهيد، أمنيتي يشوف مقام الشهيد. أنا نحب نجي مقام الشهيد نخطى فيها متاحف. ويأخذ المقام شكله الهندسي من الفن الإسلامي، حيث يتألف من ثلاث أوراق نخيل تتحد في منتصف الارتفاع. أسفل كل ورقة نجد تمثالا يرمز لإحدى حقبات حرب التحرير الثلاثة، وشعلة أبدية وسردابا ومدرجا يسمى بمتحف المجاهدين. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.